الحقيقة الطب الرياضي هو أحد العناصر الأساسية في الرياضة، لأن طبعاً ما فيش شك إن التدريب والإعداد والتجهيز وكل الأمور دي لا تستطيع أن تستقيم بدون طب ورياضة، والطب الرياضي جزء كبير وبيلعب دور كبير في التطور التكنولوجي، في التطور الرقمي، في تطور الألعاب، في تطور اللاعبين، في التالنتس بتاعتهم حتى إذا كانوا هم موهوبين من عدمه. النهاردة كان فيه وما زال وسيظل سباق تسلح طب رياضي لكيفية الوصول إلى القمم بشكل أو بآخر. اللي بيخش بقى فيه الدوبينج أو المنشطات، وبيخش فيه عناصر التنمية وإلى آخر. مؤتمر النهاردة الحقيقة اللي بتستضيفه مصر بيكون فيه أهمية كبيرة جدا. بصفتي كمسؤول عن الرياضة في أفريقيا سعيد جدا أن أنا أحضره، لأن ده مش أول تظاهرة بتعملها مصر. مصر بتعمل عدد كبير من التظاهرات، يعني عايز أخرج نفسي من أن أنا طبعا أشرف بأن أنا مصري، ولكن بصفتي الدولية كرئيس الاتحادات الأفريقية سعيد جدا بهذا النشاط، سعيد جدا بالعصر اللي احنا بنشوفه من بداية تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي وكامل الأنشطة على جميع المستويات، وخصوصا بالنسبة للرياضة كمان. المؤتمر ده نقطة انطلاق للحديث والمستجدات الجديدة كلها في الطب الرياضي. يمكن المؤتمر ده ابتديت بيه بالإصابات الرياضية، وخصوصا إصابات الركبة والرباط الصليبي، من أول تشخيص الإصابة نفسها. يعني الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز تفضل مشكورا بالتشخيص، بعد كده أستاذ الدكتور ممدوح محفوظ أستاذ الأشعة إزاي تقرأ الأشعة، لأن في كتير جدا من الدكاترة ممكن يقرأ الأشعة غلط ويترتب عليه تقرير غلط ويترتب عليه علاج غلط. التغذية دي عامل مهم جدا جدا، ومش بس تغذية صحيحة، لا ده بقى في مكونات للوجبة الغذائية داخل كل لعبة من الألعاب، يعني ألعاب القوة غير الملاكمة غير بالظبط كده. فلازم يبقى في أخصائي نيتريشن موجود، ولازم يبقى بياكل كويس اللاعب، وتغذية متناسبة مع نوع النشاط اللي هو بيمارسه. أي حد عنده إصابة في الرباط الصليبي الأمامي أو إصابة في الركبة عموما ممكن جدا الحمد لله تعالج على مستوى عالمي هنا في مصر، مش أنا بس، ألف واحد غيري بيعملها كويس وأحسن مني. والريهابليتيشن التأهيل اللي بعدها على مستوى عالي جدا جدا جدا، وبيرجع لعيب محترف ياكل عيش برجليه ان شاء الله كويس. الفترة التأهيل دلوقتي عالميا بقت اطول كتير من زمان، فرصة الإصابة مرة اخرى عالية كل ما اسرت فترة التأهيل، حتى لو كان ظاهريا شكله كويس. فلازم بنطول لحد 9 شهور واحيانا اكثر على حسب استجابة العضلات، لأن العضلات محتاجة تبقى قوية وفهمة أنها تعمل حماية، ونحافظ عليها مستمرة في حمايته بالتدريب بدرجة من التأهيل المستمر علشان نمنع فرصة الإصابة مرة تانية.